طبعا لازم كمان نبارك لمنتخب مصر الحقيقه اللي فاز امبارح وقدم عرض اكتر من رائع، سيطر فيه من البدايه للنهايه على مباراه بيلاروسيا، وكل ماتش وكل خطوه بياخدها منتخب مصر في بطوله العالم لليد بتخلي جرعه التفاؤل وبتخلي امال المصريين تكبر اكتر واكتر، وكل التوفيق ان شاء الله في مواجهه حاسمه لا تقل اهميه عن كل المواجهات السابقه ان لم تكن تزيد، مواجهه منتخب مصر وسلوفينيا ان شاء الله باذن الله، واللي من خلالها يتاهل المنتخب المصري للادوار اللي جايه. طبعا احنا بنطلب من حضراتكم دايما انه كل الدعم للعيبه المنتخب الوطني في بطوله كاس العالم لكره اليد. المباراه اللي جايه مهمه جدا ولازم المكسب او التعادل طبعا، ودي مباراه مهمه وبنتمنى ان شاء الله ان احنا نشوف منتخبنا الوطني بيأدي افضل اداء والنتيجه تبقى ايجابيه لصالحنا.